نحن اليوم متواجدين بسوق التمور، خلونا نشوف هل اليوم تغيرت أسعار التمور؟ هل الناس عم تشتري التمر بكميات كتير كبيرة أو لا؟ خلوكم معنا. برأيك حضرتك اليوم كتاجر، اليوم كمية التمر اللي عم يشتروها الناس عم تشتري تموم بكميات كبيرة أو لا؟ لا نفس كل سنة عادي، ما في شيء الحمد لله. بالنسبة للأسعار بعدها مثل ما هي، التمر شغال مثل الطبيعة عادي، ما في شيء مشكال، لأنه بس إحنا صرنا بعد الحظر إنه الساعة 4، عرفتي؟ صار العالم اللي تيجي من الصبح من الساعة 8 للساعة 4، يعني كان يجي الساعة 10 بطل يجي الساعة 10، صار يجي وقت الظهر رجال، يعني هي الحركة ما في. الكميات اليوم اللي عم تنباع، هل عم ينباع كميات كبيرة أو لا؟ لا عادية، لو بدهم يمونوا من هون لخمس سنين على قدام، عندهم شويخ عندهم تموين لعشر سنين على قدام. اول البيع كذا 500 600، الحين البيع يعني 1200 كذي زايد سوق، يعني دبل. اكثر شيء ناس يبون يشترون حق رمضان كميه، هذا موسم الحين موسم كميه، سعر نفس اول ما غيرته. لا عادي يعني اخزن، وهذا لا عادي بس ناخذ اللي نبي، يعني نفس يتراوح السعر الاولي. الإقبال يعني مثل الإقبال عادي مثل كل سنة، يعني ما في فرق عن أي سنة، يعني إلا أن يعني قل الطلب داخل السوق قبل إحنا نروح للزبون. لا الأسعار بفضل الله نفس أسعارنا كل سنة، بالعكس بعض الأصناف نزلنا سعرها. كل شيء موجود، نطمن الناس إن كل شيء موجود والمخازن ممتلئة. بعد ما حكينا مع الناس ومع المسؤولين بسوق التمر أو أصحاب المحلات، تم التأكيد أنه مش عم ينشرى بكميات كتير كبيرة، والأسعار هي من قبل، بل في بعض المحلات نزلت شوي من الأسعار لحتى تكسب الزباين أكتر. حب نطمنكم أنه التمر موجود بكميات كبيرة، الأسعار مش لح ينلعب فيها، في رقابة كتير واضحة، والناس عم تشتري فقط حاجتها القليلة، مش عم تشتري بكميات كبيرة.